بعدنا معكم مشاهدينا مباشرة على الهواء من استديو نور جديد عبر شاشة تلفزيون نور الشرق. فيكم تابعونا عبر www.nursat.tv وتختاروا نور الشرق نور جديد وتتابعونا وين ما كنتوا موجودين. بالفقرة الأخيرة اليوم رح نكمل موضوعنا اللي بلشنا فيه مع المحامي السيد جوزيف ونيس الجمعة الماضي عن جريمة القتل واللي عم تزداد بمجتمعنا اليوم للأسف، وخاصة آخر جريمة هلأ سمعنا فيها وكنت عم بحكي عنها بالفقرة اللي قبل هلأ، الشخص اللي طعن بالسكاكين على الأوتوستراد وما بنعرف إذا مات ولا بعده عايش للأسف. ما بعرف شو عم بيصير بالعالم، شو السبب لشكه بالسكاكين؟ هل الاجرام وصل لهالحد يعني ما بقى فيهم يصبروا على بعض اذا تخانقوا او اذا تشارعوا، او شخص كان قاصد انه يقتله؟ ناطرين التحقيقات ونعرف شو السبب. بنرحب سوا بالمحامي جوزيف ونيس، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. بعد عم فكر شو قلت لي اول ما فتت بالاستوديو، مشان هيك عم جرب جمع افكاري. شو تعليقك على الجريمه اللي صارت؟ قلت لي هلا حضرتها معي، تابعتك وشفت انه جريمه بشعه ان شاء الله. مش سكينه واحده يعني، حدا قاصد. الله يعطيه الصحه يعني، ان شاء الله ما يكون توفى يعني، ان شاء الله يعطيه الصحه. وهي اللي كنا عم نقول انه وصلنا بمطرح الوضع فلتان يعني، صار بسهوله الواحد بيشيل سكين وبيطعن اخرين، بيشبقوا بالسكين وبيعرف انه ما في حدا رح يلاحقه، بمعنى يعني انه رح نرجع لذات الخبريه ولموضوعنا اللي كنا بلشنا فيه هذيك الجمعة. هيدا عم يثبتنا أكثر وأكثر يعني، بطل حدا عم يروق على التاني، يمكن بكون حكي كلمتين، يمكن هلا أنا سمعت إنه ببعض على الفيسبوك إنه يمكن يكون عم بيطالبوا بمصاري، ليه؟ يعني على الأوتوستراد يعني العجقة؟ هلا الخبريات هيك، هلا بتعرفي يعني، لأنه هن عم بيقولوا على دراجة نارية شبقوا بسكاكين وفل، إجا على الموتور شبقوا وفل، إنه أخذ مصرياته. يا ريت إذا عم يسمعنا، هي التواصل الاجتماعي، على التواصل الاجتماعي بعد ما اذا كان هيدا السبب يعني. سبب صرنا نرجع لذات الشيء، انه شو السبب السخيف كرمال المصاري بيقتل روح؟ هيدي نرجع لاسباب الجريمه. ساعه انت ما فيك تاخذي حقك بالقانون، ساعتها بصير الانسان بده يروح على الامور البدائيه. رجعونا بهالبلد للامور البدائيه يعني. القانون اليوم مقصر اكيد، نحن كنا جينا نحكي عن هالموضوع انه نحن في عندنا خطوتين لحتى نقدر نطلع من هالازمه تبعولتنا. حضرتك محامي وعم تقول القانون مقصر. ايه، لاني محامي، لاني انا بتعاطى بهالشؤون، بعرف وين المشاكل. واذا رح نضلنا نتخبى وراء اصبعنا، قلنا شو هن المشاكل. ايه، عندنا مشاكل كبيره بالنظام القضائي عندنا بلبنان. ساعه الواحد بده يروح على يرفع دعوه تقعد له 4-5 سنين ليوصل لحقه. صحيح. وعنده مسافات وعنده تكاليف وعنده رسوم بده يحطها، باخر شيء مره على مره اخر شيء بياخذ حقه بايده. هلا انا ما عم بعذرهم، بس انا عم بقول انه عندنا مشكله، لازم هذا النظام القضائي نرجع نفعله، نرجع نوصل لمرحله نقول انه لا، خلينا نجيب له حقه للمدعي بطريقه سريعه، ونسرع المحاكمات ونسرع كل الامور اللي كنا نحن عم نقولها والاجراءات. هيدي من الناحيه اذا فينا، في مهم وفي اهم، هيدا من الامور المهمه. بس الامور الاهم اللي كنا نحن عم نحكي فيها هي اللي في بعض الاشخاص انتقدونا، كنا عم نحكي هذيك الجمعه انه في المحبه، انه لازم نرجع بالعكس على المحبه. نحن هيدي بقول القديس اغسطينوس اذا ماني غلطان، احبب وافعل ما تشاء. يعني اذا نحن المحبه ما رجعت بيناتنا، رح نضلنا نشوف هالامور. الحب محبه بيخلينا نوقف الاجرام، المحبه طبيعي، حبي للاخر ما بيخليني امسكه بالسكينه وشكه شكي وحده ما بيسمح. هيدي حاله من الحالات. امبارح كنا عم نقول من جمعتين، في هون حد التلفزيون، في على امراه طاعن كبيره بالعمر، فات احد الاشخاص وكمان طاعنها بالسكين، مدري شو كان بده منا يسرق. يعني وصلنا على مرحله بطل واحد يشوف الرادع، انه انا خي القانون اخر هم القانون، بدق للزعيم بطلعني من المقفل. وين صرنا؟ مش سمعتيها؟ هيدا القانون اللي عم تحكي عنه، مش النظام، لانه النظام هذا التأخر بالمحاكمات موجودة بكل بلاد العالم. يعني يوم بتلاقي كمان البلاد برا في محاكمات بتأخر، هيدي قليل. أنا مش شايفة ببلاد برا، إلا إذا كان جريمة كتير كبيرة. نعم، ما بعرف قد ايه بيكون، بس عندنا نحن بطء جدا يعني، انه ما عم نرجع ما نتخبوا اليوم بصنعنا. ما في ملاحقه، مش بس في بطء، ما هي بس يكون في ملاحقه بتبطل بطيئه. في ملاحقه يعني، هون اذا بتحس انه اوقات ببعض الامور ببعض الجرائم بتلاقي بخلال 48 ساعه تنكمش اذا بدهم يعني، اذا بدهم
بتلاقي 48 ساعه بتلاقي انكمش المجرم، البلد كله مراقب بالكاميرات. ما هلا بتشوف كل البلد في كاميرات دغري 48 ساعه بتلاقي مكتب المعلومات اللي هن المرجع الامني لقط هذا الشخص. طب من بعدها شو بصير؟ كم جريمه نحن لقط المجرم بس ما بنعرف امتى المحاكمات او شو صار فيهم او اذا محبوس او هرب، ما بنعرف يعني او هربوه. يعني انه نوصل لمرحله ما في متابعه، بتلاقي بعد 4-5 سنين ما بيطلع الحكم. طب اذا انا بدي تشيك من بلا رصيد من احد الاشخاص بدي انطر 5 سنين لا بين دفوع شكلية. يعني هيدا النظام اللي نحن كنا عم نحكي فيه، كل واحد منا لازم يلعب دوره. يعني ما في القاضي يروح يشتغل نهارين بالجمعة، لازم يكون عندنا هيدا النظام. نرجع نحن نفعل انه لازم نكثر القضاة عندنا، لازم القاضي يشتغل. هو القاضي بيشتغل يومين اجمالا، بيطلع في كل القضاة بيطلعوا نهارين بالاسبوع، لازم يكون كل الاسبوع. يعني انا اذا ندرت حالي نهارين بالاسبوع كل يوم في قاضي ولا بس بالجمعه كلها في قاضي؟ حسب شو اسمه هو كل القاضي بيطلع نهارين حسب. يعني كل يوم موجود في قاضي؟ اكيد في قاضي بس انه مش نفس القاضي. يعني هيدا القاضي بيكون مثلا دوره خميس جمعه. صحيح. كل خميس جمعه. يعني عم نجي نحكي الفكره، هي اول مره بعرفها هالمعلومه. هيك مقسمينا، لازم نحن نكثر القضاة تبعونا، لازم هذا القاضي يحس حاله انه انا القاضي. هي شغله كثير مهمه، يعني القاضي او القضاة هي العداله بدك تحطيها، بدك انت تقدمي نفسك وتقدمي روحك وتقدمي حالك لتطبق العداله بلبنان. يعني اليوم القاضي عم ياخذ قرار، يعني امبارح كنت عم بحكي مع بنتي عم اقول لها اعملي قاضي، قالت لي مام ما فيني اخذ قرار مصيري، بركي انا ظلمت هالشخص اللي بوجهي، اجاني معطيات بقضيه معينه وظلمته ورحت حبسته وهو ما بيشي. يعني الاراء القاضي كثير مهمته. اكيد العداله، حدا بيقول لك العداله صعبه. بس اليوم هل بتعتقد انه القضاة ما بسرعة التعبير بس حسين حالهم ضعاف؟ يعني ما في لأنه في وصايط وفي أشخاص محسوبة على ناس وفي ناس بيضغطوا عليهم، هل موجود هالجو؟ نحن مثل ما بنسمع نحن عم ندعي لاستقلالية السلطة القضائية عن بس نحن كل شخص بده ياخد دوره. أنا محامي بس اليوم كل سياسي عم بعين قاضي طبيعي، ليش عم نقول إنه استقلالية السلطة القضائية؟ بس أنا كمحامي بدي، أنا خلص اخترت مهنة المحاماة، أنا بدي يعني ندرت حالي لحتى دافع عن الحقوق. مثل القاضي بده يندر حاله لحتى يحقق العدالة. مثل الحكيم، ما في واحد ينزعج إذا واحد دق له 9 بالليل بقول له اوف عم بدق لي 9 بالليل. أنت اخترت تعمل حكيم، يعني أنت خلص أنت اخترت تعمل محامي، يعني بدك تتصمم. هي رسالتك بدك تشتغلها من قلبك. صحيح. مشان هيك نحن هون هيدي الأمور بدنا نطلع قصة، يعني كل واحد بده يحس حاله إنه خي ندر حاله واختار المهنة لحتى يفعلها. هيدا عم نحكي بالنظام القضائي، معروف النظام القضائي عندنا بلبنان بطيء. طب اليوم لمين عم توجه هالصوت؟ يعني لمين؟ يعني عم بوجه اول شيء للقضاة. هيدي واحد للقضاة. شو هن يقوموا يطالبوا انه يصيروا يشتغلوا كل يوم؟ مش يشتغلوا كل مثلا يوم مثلا. هي اول نقطه، هي اول نقطه انه هو ما رح يجوا يتظاهروا، هن مرتاحين يومين بالجمعه مش لا مش ما هي نهارين بالجمعه بيطلع على العدليه مثلا، هو الباقي يمكن بيشتغلوا نهارين بالبيت ليعمل احكام. بس نحن عم نقول انه لازم هيدا اول نداء، اول نداء للمجلس القضائي لازم يكون يجي 3 ايام على العدليه. شو المشكله يعني؟ وثلاث ايام بيشتغل بالبيت، شو المشكله؟ مثل ما مثله انا يعني كلنا العالم بدنا نحن نضحي شوي. هي واحد. اثنين، في امور في تعديلات بالقوانين مثل مذكرات الدفوع الشكليه اللي هي اللي بتحطيها لطماطله ومماطله. هيك القضاة هن اللي بيغيرون؟ لا، هيدي من النظام الاجرائي اللي كنا عم نحكي فيه. يلي مين اللي بيعملوا هالنظام؟ هيدا المدعي او المدعى عليه. عم نحكي نحن في عندك اوقات بقدم طلبات، يعني لعند مين بتروح تتعدل هالاشياء اللي عم تقولها؟ النظام القوانين، تشريع القوانين، تشريع عند النواب. صح. يعني مجلس 100% لحتى هيدا النظام القضائي هالاجراءات نخفف منها لحتى ما بقى نطول بالدعاوي. هيدي من الامور كمان. يعني عم بتقول انه بدل ما تطلبوا 10 اوراق اطلبوا منهم ورقتين ثلاثه؟ لا لا، في عندك طلبات واحد بحط موجودين هاو المواد القانونيه بتحطيها ما عم تطبق، يعني بس هي بتنحط للمماطله، فينا نحن نخفف منها يعني اجراءات وبعض المواد مثل الدفوع الشكليه. يعني في احد المواد بقانون اصول المحاكمات الجزائيه تسمح ان تقدمي دفوع شكليه وتستأنف الدفوع الشكليه وتميز الدفوع الشكليه. هذه بتروح لك سنة يعني ونص، واخر شيء ما في حدا عم دفع شكليه لانه خلص لا القضاة عم بياخذوا فيها ولا انه المتخاصمين عم ياخذوها. مين له مصلحه بالمماطله؟ يعني اذا اليوم الكل عم بعينه من هالمماطله، مين له المصلحه؟ هذا النظام، اذا انت ما رح تطور يعني مين له مصلحه من هالنظام؟ اذا الكل عم بنقوا عليه، انا اكيد الكل مش راضي. القاضي تعبان لانه ما له مصلحه او ما رح يوصل نتيجه من وراهم، المحامي تعبان لانه بضل عم يركض بده يجيبه، اللي عم بيتشكى على الاشخاص المواطن العادي
عم يتشكى، عم بيعين لانه عم بتطول المحاكمة اذا كان رافع دعوى على شخص. صح، مين المستفيد؟ ما حدا مستفيد. ما بنرجع بنقول اذا طولت المحاكمه كله بمعلق بكله، يعني اذا طولت المحاكمه ساعتها عم يشوف الانسان انه انا حقي ما عم يصلي، حقه ما عم يصلي، يعني بفتش على وسيله بديله ليوصل حقه غير القانون، بيروح بيختار انه هو ينفذ حقه بايده. وين نرجع محلها بجريمه القتل؟ هالنظام وين؟ اليوم هذا في النظام، جريمه قتل كمان، شو شخص ما هي مش بس قتل. مش بس قصه نحن ما نحصرها بس انه لا، هي خلينا جريمه، بالجريمه هي هلا. هو تساوي القتل. الجريمة هي كل شيء بتعمليه مخالف القانون، يعني مش بس اقتله، ممكن ما يموت الشخص، بس أنا حاولت القتل. ليه؟ لأنه أنا عارف إذا بدي تحرش شك... الجنس اليوم جريمة كله سوا، يعني أنا بعرف إذا بدي على المخفر أعمل له شكوى بترح له جمعتين لحتى توصل على المخفر، بتكون أول شيء بتقدميها بالنيابة لتروح على المخفر لتوصل لحتى ليدقوا يدقوا لك، لحتى يجي ليدقوا له لإله، ليدقوا للنيابة العام، لمدري شو، لحتى بياخذ له بلاغ بحث وتحري، ما حدا لا بيت للمباشر يوصلها للاقيه بالبيت. يعني كلها خبريه لحتى شهرين ثلاثه، والزلمه بيكون يمكن ميت من جوا بعد مصرياته. كم مره بتصير انه هاو الخلافات، يعني هيدا النظام تبعونا بس لازم انا ما نعرف. بعرف ليه بحس كمان انه في اشخاص من جوا موجودين اللي بغطوا كمان هالامور. يعني اليوم في انا بمغفر الدرك في يسرع هالقضيه، عم بتقول بتبقى ليتصلوا فيه مثلا. لا هاي بالنيابه اجراءات، العامه شو بدها؟ دقيقه بيطلع ما هي ما بيتشكى في دقيقة، وبينزل، لا هي يا انه ريت دقيقه دقيقة، انه معنى الحديث. بتطلع الصبح بتجيب الشكوى وبتنزل يا على ريت، الدرك. ما هي النقطة، هذا كمان النظام. فوق فيها ما انت بدك تطلع لفوق، بدك تروحي نهارك تقدمي ايه، ليه شكوى، دخلك هالشغله اوكي، انه ما عم بتقدميها لهذه الشكوى، بتروح بالبريد، لانه مش كله بيتاخذ باليد، ممنوع الا ببعض الامور البسيطه. تروح بالبريد بدها جمعه و10 ايام لتوصل على المخفر. ما بيعطيها ايد لا باليد. اكيد لا، الا الامور البسيطه، اذا واحد مضيع التذكره، طيب هاي الامور البسيطه بيعمل، بس اذا ما بتشكى حدا ما بيعطوك اياها باليد. لا تروح بالبريد لحتى يوصل بالبريد، لحتى توصل على قلم تبعول المخفر لحتى يفتحوا فيها ليوزعوا المهام. كل هالامور عم بتطول، وكل هالامور اخر شيء واحد انا بدي اخذ حقي بايدي، هيك عم بتصير. ما هي اللي بدي اقول لك عنه هون. المره الثانيه ما بيوصل بعملها، على يمكن من انا بدي انتقم، مش بطل بدي انه انتقم. اليوم في ما فينا ننكر، في عشاير، في تقاليد عن بعض العيال. اذا وقعت جريمه ما او واحد بده مصرياته، مثل هيدا اللي قتل اليوم، يمكن مثل ما عم بتقول، يمكن لاحق مصرياته بده اياه لانه ما عم يعطيه رح قتله. عم نحكي ما احنا، مثلا عم نحكي عم لحتى نعطي ما نرجع اكزامبل. ناخذ اكيد مش هي القصه، اكيد اكيد مش عم ببرر يعني لهم، هيدا مش هيدي عم ببرر لهم، بس هي سبب اللي عم من بتخلي، الاسباب. هيدا النظام اسباب نحن اللي عم بتصير. النظام هو اللي عم بيخلي الجريمه انها صحيح تزداد. صحيح يعني صحيح صحيح، هاي هي هي الجمله هي يعني بعد هالنص ساعه. لا بعد ساعه، لا نص ساعه هذيك الجمعه لو وصلنا هيدا لهي الجمله. النظام الموجود الحالي هو اللي عم صحيح بيخلي الجريمه انها تتفاقم تزداد عنا وتتفاعل. 100%. هيدي واحد، بس فيش عندك شغله تانية، انه بنرجع لكل واحد يقوم بمهامه. شو شغله الكاهن؟ شو شغله الراهب؟ شو شغله الراهبه؟ يعني قبل كنا نروح على الكنائس نشوفه من كل بعد الظهر تشوفي للكاهن، هلا بتروح بلا تسال عنه لتعمل شي ورقه، بتلاقي انه بيجي من الساعه 6 للساعه 7 وقت القداس. كل الدوائر عم نعاني منها هيدي. هيدي مش دايره، عم نحكي نحن عن الكنائس، انه عم نحكي الكهنه، كمان لازم الكهنه يرجعوا اللي هن ندروا كمان لهالموضوع، انه يبرموا على الرعيه، يشوفوا مين عم يتخانق مع مين. اوقات كثير اخوه بين بعضهم بدها حدا يفوت بيناتهم، يمكن الكاهن هو اكثر شخص مؤهل يقعدهم يقربهم لبعضهم. كل واحد بده يشتغل شغله، يعني انا كمحامي بدي ادافع عن الحقوق، الكاهن بده يعمل هيك، الحكيم بده يطبب بس ما يتأفف، القاضي بده يحكم بالعدل بس ما يقول انا ليش صار الناس هيك صايره قليله الخاصيه؟ هي قله خاصيه، مش قله بلا اهمال، قله خاصيه. شو وقت انا ما عم اقوم بدوري؟ انا اليوم عندي رساله، انا ام، اذا ما بدي اكون ام واعمل رساله اللي اعطاني اياها الله، انه عندي رساله الامومه، انا لشو الله اعطاني الاولاد وكنت ام؟ صحيح، او يعني انت ما خلتك فيك كمحامي تتذمري اليوم. تقولي هو عم نحكي ككاهن او رجل دين، اليوم اذا ما عم بيقوم بدوره صحيح، يعني هو مهمل، عم بي مهمل، عم يهمل عمله، ما عم بيدور على الرعي، ما عم بيعرف مشكلها. لك مش قلة قصة، خاصية، مش قصة قلة خاصية. نحن شو السبب؟ كل شخص بيجي على الحياة عنده رسالة، فيك انت تعملي رسالتك او بالحد الادنى، وفيك تحس حالك انه انا بدي اعمل رسالتي بالحد الاعلى، بدي اعمل شيء ما بينعمل. ما فيك تعملي شيء بهالحياة اذا بس عملت المطلوب منك. خلص تعملي شغلة، يكون عنده شغف، بدك تعملي تحس حالك انه انا عملت طبيب، بدي احكم العالم، بدي ساعد العالم، عملت محامي، بدي دافع عن حقوق. بس اليوم بيقولوا لك سوري انه انا موجود ببلد كل شيء مش ماشي فيه،
انا ليه بدي اعطي اكثر من طاقتي؟ هالقد رح اعطيه، لانه انت بس هي غلط. اكيد غلط، لانه احنا كلنا سوا عندنا رساله، رساله اللي كلنا بنرجع لذات هي انا عم بحكي عن المحبه. الاشخاص يلي نعم، عم جاوب عن هاي غيري. المحبه، انه انا بدي احبك، انا بدي نحب بعض، بدي ساعدك، بدك تساعديني. ما يعني هالحياه هون بدك تشوف كل واحد ياخذ دوره ويرجع، نرجع نقعد، نرجع نقول، نقعد مع بعض، يكون في عندنا شيء يحمل مبادر. مسؤولية دوره. 100% انت اخترت هالمهنه بدك تعملها خلص للاخر، مش ما فيك بس تعمل انه انا بروح على شغل وبجي. الموظف ما بده يروح على الساعه 3 3 ونص ويفل، يحس حاله انه انا مش بس انه انا ما لازم تأخر 10 دقايق وكانت مفيدة هال10 دقايق بشغله مثلا. ما هي مش انه انا مش بس انه انا ما بس نكون مثل روبو. ايه انا بس عم بروح اجيب وظيفه وبجي، لا الحياه احسن. اطلع بضحكتك الحلوه، اطلع قول يعني هيدي هي الحياه. يعني انا بس عم بروح على شغلي، ما انا عم ضلني بالشغل اكثر ما عم ضلني ببيتي، بمعنى صحيح. وهيدي هيك الحياه بتكمل وبتكمل بعضها. صحيح صحيح. اليوم كمان لانه عم نحكي عن الجرائم، في دور للتكنولوجيا الحديثه بارتفاع سبب نسبه الجرائم. مثل ما قلنا النظام اليوم عم بيسبب جرائم، كمان دور التكنولوجيا على الفيسبوك، على الانترنت، الجيمز اللي بيلعبوها الاولاد، البلاي صحيح. ستيشن، كمان هيدي بدنا نوعي الاهل لك ينتبهوا صحيح، لاولادهم هي شو ثقافة. الالعاب اللي عم يلعبوها صحيح، كمان. مش بس هيدي، يعني نحن ما تنسي انه كمان قبل ما يكون في عندنا هالسوشيال ميديا واللي عم نشوفهم وعم نشوف هالاشياء الخطيرة. يعني انا ساعة اللي بشوف شخص متوفي مطعون بسكاكين عم شوفه جد. انا قدام عيني، طب هالولاد عم بيشوفون، يعني هيدي كيف عم نعمل. بس ما تنسي انه نحن قبل كنا نحضر فلوم، كنا نحضر فلومي رامبو، وقبل رامبو مدري شو هول الفلوم اللي انه تقتيل وما تقتيل ما هو كمان بفوتوا بالعقل تبع الاشخاص وبيعلمونا انه ناخذ حقنا بنفسنا. فهيدي الثقافه لازم نحن نطلع منها ومنبلش بثقافه انه نحن مبدا الحوار. وانا بستغنمها فرصه، نحن بجمعيه اسمها جمعيه لماك، هي اللي تؤمن بانه الحل البديل عن النزاعات القضائيه اللي هي مبدا الوساطه. انه فيني انا بتقنيات معينه اشوف المتخاصمين واقدر انا اوصلهم لمرحله انه انا يحلوا خلافاتهم بطريقه سلميه حضاريه، بلا ما انه انا يروحوا على المحاكم ويقعدوا لهم 4 5 6 سنين. اذا ما راحوا على المحاكم انت كيف بدك تشتغل؟ لا، ما هي هون هيدي الرساله اللي كنت عم بحكي فيها، معلش لو ما رحت اشتغلت انا. حلو. بس اقدر انا حلو هاي كثير رسالتي. هيدي منك استاذ، هيدي هو الرساله اللي رائعه كنا عم نحكي فيها. رائعه هيك على القليل، اللي بيروح على الامور فعلا ما بتنحل الا بالقانون، مش كل ما صار مشكل صغير صغير فيني حلو بين بعضهم صدقيني بيروحوا على القانون. بالمحاكم امبارح حاطين على الفيسبوك على هيك حاطين انه اخر مطرح بتشوفيه للعداله هي بالمحاكم، لانه دائما في شخص ربحان في شخص خسران بالمحاكم. اما اذا انت قعدت شخصين متنازعين على طاوله شفتي له كل شخص شو بده، تقدر توصلي انت وياهم لكل واحد يقول هو شو بده وشو طالب وشو رغباته واخر شيء شو بيرضى هو فيه. كل واحد بيكسر شوية من طلباته بيوصلوا على مطرح معين، اثنيناتهم بيكونوا ربحانين. حلو. هيدي هي الوساطة بحل النزاعات سلمية. حلو. لازم يكون نعمل حلقة متخصصة بهالموضوع لانه هيدي الوسيلة. ذكروا وبعت لي اياها على الواتساب للعلمان اتذكرها للجمعة الجاية. اصدرت قيادة الجيش بيان بتقول بتعتذر من كل المواطنين. قيادة الجيش عن أعربت قيادة الجيش عن اعتذارها من المواطنين بسبب زحمة السير الناتجة عن الإجراءات المتخذة استعدادا للاحتفال المركزي بمناسبة عيد الاستقلال. مثل ما قلنا بأول الحلقة، ما عليه بيطلع لهم الجيش نهار أو نهارين أو ثلاثة أو جمعة بالسنة يعملوا لنا عجقة سير، ما هو البلد على طول بعجقة وعجقة. اليوم عليه خلينا نتحمل شوي هالعجقة كرمال الجيش اللبناني وعيدهم الجمعة الجاية. ألف تحية للجيش اللبناني. معنا دقيقتين ثلاثة، بدي بس آخر سؤال لأنه هاي الموضوع بدنا ننهي اليوم لأنه لقينا الجملة. نحن بنضل نحكي بالموضوع لنلاقي الجملة، إنه النظام ايه هو نعم. يلي عم بيخلي الجريمة عم تزداد. صحيح. لازم النظام يتحسن ويتعدل.
يعني من قبل اذا ما قدرنا مجلس غيرنا النواب النظام وبعد رح نوصل القوانين. لذات النتيجه. في المجتمع المدني يغير كلنا النظام؟ من المجتمع المدني، انا مجتمع مدني وحضرتك مجتمع، كل ما فينا عم نعلي الصوت كل ما نحن عم نغير النظام. هلا الناس بيقولوا لك اوف عم تحكي عن فلان او بتحكي، نحن بدنا ما نتخبى وراء اصبعنا، كل واحد بدنا نحكي عن الموضوع لحتى نطوره. نحن ما عم نحكي، عم نعرف وين، عم نعرف وين عم نعمل نقد، عم نقول انه في مشكله هون. لا عم نعرف وين المشكله على القليله. صحيح عم نضوي عليها. مش احسن ما نضل نحكي وما نعرف وين المشكله، عم نلاقي المشكله والحل بيكون وقت اللي كلنا بنكون ايد وحده كمجتمع مدني مع الدوله. طبعا نحن يعني اللي بيحكي وبيعطي رايه، انت مش ضد الدوله اليوم، اليوم انت انا بدك الدوله، تتعاون مع انا الدوله. الدوله يعني هن السلطه، انا صح. الدوله، ما الدوله صح. هي سلطه وشعب وارض، هي الدوله. يعني دائما نحن بنسب الدوله، الواحد بيقول لك على الدوله، الدوله يعني انت، انت الشعب هي من الدوله. صحيح صحيح. اخر سؤال عقوبه الاعدام، هل انت معه ولا ضد؟ يعني اليوم وقت بتشوف جريمه قتل بهالطريقه الشنيعه وهالقتل بلا رحمه لهيك شخص، هل انت مع عقوبه الاعدام بغض النظر عن الشريعه والاديان لا والقانون؟ انا مع، مثل ما كنا نحكي قبل انه السجن هو اصلاح وتاهيل. انا ارجع وقت اللي بيكون في سجن للاصلاح والتاهيل، ما هون هون هذا هي هذا النظام اللي كنا عم نحكي فيه. كيف ما بنبرم نلاقي مشاكل، نرجع انه نرجع ما نقول هذا الشخص، ما نرجع عن اهله ونصلحه ونرجع نرجع اعادته للشو اسمه. ما تفكر انه بالدول اللي هي بتطبق الاعدام يعني وقفت، وقفت الجرائم. هذا النظام حتى لو عدمت بلا شخص، بلا اليوم بدبي، تحيه لاهل دبي يعني انا كنت بدبي من شهر بيتركوا الباب مفتوح، مش معناه لانه كيف في عن اعدام، مش لانه في اعدام، بس لانه في نظام. اذا حدا بمد ايده على السياره شيء سمعت يعني مش لك ولا انه بخوف، ولا مش ضروري تنفيذه وقت اللي بيكون في اقرار انه في اعدام بخافوا العالم. اكيد انا ضد الاعدام، نعم، بس هي مش بالدول الحضريه اللي او انه بتعمل صار منه لبناني بيروح على دبي او بروح بيلتزم بالقوانين، بيمشي وفق القوانين، السير بطريقه مرتبه مزبوطه. عندنا بيجي عندنا على لبنان بده يشفط وبده يعمل مخالفات سير، بطبع الانسان ساعة اللي بيمشي هيدا غير موضوع، عم نحكي لا عن عم نحكي شخص مجرم إيه؟ عم يقتل بس انا مش رحمة. لانه انا بطبق القانون وقت بشك خايف. 10 20 سكينه لشخص هذا مجرم. بكل الدول المتحضره اللي طبقت الاعدام، بامريكا في اعدام بس طبعا. الجريمه هي اكثر من هي من اكثر الدول اللي فيها اعدام، اللي فيها جرائم. انت بتعرف بامريكا بياخذوا طارات بين بعضهم لانه الجرائم بتصير بين العصابات. طيب ما هني تيوصلوا البوليس لعندهم بيكونوا لاقيين مقتلين بعضهم 100%. يوصلوا لعندنا، مشان هيك هيدي بدها يعني هون محصوره هالامور عنا شوي بلبنان. هلا يعني بعدنا بعض لبنان امن بلد بالعالم حقيقه، هلا مع كل هالمشاكل الموجوده فينا الموجوده ببلدنا نحن بعدنا امن بلد. نشكر الله، بس انه يعني لازم نحن نصير مثلهم يعني، لا لازم نطور لحتى كل اللي عم بصير عنا على الطرقات وعلى شو اسمه نحن نخففها. يعني شغلتنا نضوي على المواضيع حتى ما تتأزم المشاكل. نحن عم نقول في مشكل هون بليز رجاء. سواء انت مع الاعدام او لا؟ انا شخصيا لا ضد الاعدام. ضد الاعدام. نقي نيتك لنشوف اليوم شو رح يطلع لك. يا رب. بدك شيء عن الاعدام؟ عن الاعدام. لان الرب يكون نورك الدائم وتكون ايام مناحتك انقضت. حلو حلو. واضح من حياتك انه الرب معك. نشكر الله على شيء، على كل شيء. واخر شيء ما فهمتش قالي، لان الرب يكون نورك الدائم وتكون ايام مناحتك انقضت. يعني كل شيء محن بحياتك بتمرق طبيعي، بتروح وقت طبيعي. بيكون في نور يسوع اللي موجود. بتكلي على الله، الله بيسيسر لك دربك. صحيح. ساعه انت حيالله شيء بيستفزك بتضايقي بتصلبي ايدك على وجهك وبتقولي انا يا رب سلمتك طريقي او سلمتك صحيح. حياتي وبتمشي استلمها بفرح. مثل أكيد. اليوم عم اقول لهم انا كان العجلة السير ما أخذتها بطريقة سلبية، يعني تروقت بالسيارة، شربت الناس كافي، عملت كل اتصالاتي، جاوبت على كل السوشيال ميديا أصدقائي، يعني أخذتها بصورة إيجابية. وتخيل إذا شو بدي أقعد أعمل، شو بدي أعمل؟ إنه بتعمل ديبرسيون بغلط بعد صرخ خلص أخذتها إنه أنا شو شو البريك تبعي هي كانت بالسيارة وبالعجلة. هيك كل الناس يعني لازم ياخذوا الأمور بفرح بإيجابية. إحنا عايشين ببلد في عنا شوية مشاكل، شوي يعني ما عليها ما ظبطت معك لأنه كثير مشاكل يعني وشوية حلول. مرسي ماتر جوزيف وانيس، عطول منور الشاشة ومستفيد منكم حبيبي. ثانك يو، أهلا وسهلا فيك. لقاءنا بيتجدد الجمعة الجاية معك أكيد. مشاهدينا نشكر متابعتكم ونعتذر على التأخير اليوم بس بسبب عجقة السير مثل ما ذكرنا. ملتقينا الجمعة الجاية بنفس الوقت الساعة 11 مش 11 ونص. إلى اللقاء.